أشرف، هل لهذه التطورات علاقة بالتغييرات الوزارية المزمعة في الحكومة المصرية؟ وفي الواقع هذه المفاجآت التي تبدو بالفعل عاصفة قبيل تغييرات مزمعة في حكومة هشام قنديل تبدو أن لها علاقة بشكل أو بآخر، خاصة وأن المستشار أحمد مكي وزير العدل قدم استقالته بالمساء الأمس ولم يعلن عنها إلا منذ حوالي 40 دقيقة أو 50 دقيقة فقط. هذه نقطة. النقطة الثانية أن تظاهرات تطهير القضاء أول أمس كان ضمن مطالبها إقالة وزير العدل أحمد مكي، ولا أحد يدري هل كان شباب الإخوان وأنصار الإخوان هم الذين يطالبون بإقالة وزير العدل أم أن الجبهة السلفية والسلفيين هم الذين ينادون أو يطالبون بإقالة وزير العدل. هذه جهة. جهة أخرى هو أن هناك أنباء تتردد بقوة أنه في حال عزل النائب العام فسوف يتولى حقيبة وزير العدل، وهذه نقطة خلافية بين جبهة الإنقاذ والرئاسة والحكومة، خاصة وأن أحد مطالب جبهة الإنقاذ الثلاثة هي عزل النائب العام. وبطبيعة الحال وبهذا الصدد تحديدا جبهة الإنقاذ نفت تماما مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت أن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار يعبر عن نفسه وعن حزبه فقط ولا يتحدث باسم الجبهة، وعاد الحزب المصري الديمقراطي ليعتذر ويقول أن لا شقاق في الجبهة، جبهة الإنقاذ. كل هذه الخطوط تتلاقى عند رغبة الحكومة في عدم الاستغناء عن أو رغبة الرئاسة تحديدا في عدم الاستغناء عن هشام قنديل كشخص وكرئيس وزراء، وعدم الاستغناء أيضا عن المستشار طلعت مصطفى النائب العام، وأن هناك حالة من حالات الالتفاف على المطالب وهناك حالة من حالات التصميم من جانب جبهة الإنقاذ. كل ذلك يصب في اتجاه التغييرات المزمعة في الحكومة المصرية، وهناك أمر في منتهى الخطورة يتردد سواء في وسائل الإعلام أو في الأوساط القانونية والإعلامية والحكومية والرسمية وإلى غير ذلك، وهو أن التغييرات سوف تشمل من 5 إلى 8 وزراء ليس بينهم وزير الداخلية ولا وزير الإعلام، وهناك أيضا التغييرات تشمل من 10 إلى 15 محافظا. والنقطة الثانية تحديدا بشأن المحافظين هي التي تثير قلق كل جبهات المعارضة في مصر، لأن هناك الانتخابات المحلية وانتخابات المحليات، وسوف نعم أشرف. وسوف يثير هذا التغيير بين المحافظين خلل شديد في هذه الانتخابات. نعم، إذن موفدنا إلى القاهرة أشرف الصباغ، شكرا جزيلا لك.